اسمي علاء الدين العشري، لاعب منتخب مصر رمي المطرقه. هي المطرقه عموما هي تبع مسابقات الرمي لالعاب القوى. العاب القوى ثلاث مسابقات عموما كبيره زي المسافات الطويله والمسافات القصيره والوزب بجميع انواعه، سواء وزب طويل او ثلاثي او زانه، ومسابقات الرمي اللي هي المطرقه ورمي الرمح ودفع الجله ورمي القرص. 2008 الحمد لله عملت نتيجة كويسة، تصنفت أول عالم الحمد لله سنتين، وكنت أول لاعب مصري وعربي يتخطى حاجز 80 متر، وسجلت رقم العالم ساعتها سنة 2008. والله دور أسرتي كان دور كبير جدا، لأن أنا والدي كابتن محمد العشري هو مدربي ومدرب منتخب مصر، ووالدتي برضو كانت رياضية سابقة كانت بتلعب هاندبول برضو، فكان ليهم دور كبير بصراحة إن هم يقفلوا عليا الدنيا أكتر. بالنسبه للتعديات لطوكيو، بالنسبه لنا طوكيو عموما رد اعتبار اكتر منها بطوله، وطبعا الاولمبياد هي اكبر محفل دولي، يعني اي واحد يتمنى ان هو يكون موجود في الاولمبياد. للاسف لسه ما فيش طبعا سفر بسبب جائحه كورونا والكلام اللي حصل ده كله، ما فيش اي معسكرات خارجيه لسه او ماتشات خارجيه. بس انا بالنسبه لي والله يعني انا حلمي ان انا ان شاء الله كمان اعمل ميداليه في اولمبياد طوكيو او في باريس، على التخطيط البعيد يعني، ان شاء الله بعيد الامد يعني، لان هي بالنسبه لي انا بصراحه الاولمبياد ده حلم ان شاء الله، مش لعبها فقط يعني، لا ده كمان تحقيق انجاز فيها ان شاء الله. انا حاليا مناقش الماجستير من سنتين، وانا ماسك الفيرست تيم مخطط احمال الفريق الاول النادي الاهلي كره السله، وانك تلعب في ليفل كمان صعب عشان الاولمبياد ده طبعا بيبقى انتحار. كنت بنظم ما بين التمارين، بحاول اوسع الفرق بين التمارين، اضغط شغلي معايا كده يعني، بس الموضوع مرهق جدا نفسيا وبدنيا وكل شيء يعني. والله يا شباب انا بنصحهم بحاجه مهمه جدا، ان بلاش ياس، بلاش ياس. انا عارف الموضوع صعب وممل على ناس كتير قوي، بلاش ياس وركز في هدفك، اشتغل على نفسك دايما، ما تنتظرش اي حاجه من حد، خليك انت سيد قرارك، خليك انت دايما صاحب قرارك، اشتغل على نفسك على قد ما تقدر.